ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية بتجاوزها 25% وظهور إصابات بفيروس كورونا مرفقة بأعراض جديدة، ما ينذر بوضع وبائي خطير ودقيق، وفق رئيس قسم طب الشغل بمستشفى شار نيكول نزار العذاري. خطير على خاطر قاعدين نشوفوا في حالات صعيبة وحالات تخص زادة كيف فئة صغيرة من الأعمار ما بين 30 و 50 سنة وما عندهمش حتى سوابق مرضية، وكيف كيف للأسف ثم حالات جديدة زادة قاعدين نشاهدوا فيها الأسابيع الأخرانين هذوما، ده خصوصيات سريرية جديدة منها ارتفاع الحرارة، ارتفاع الحرارة بصفة كبيرة ما بين 39 و 41 درجة، إرهاق مفرط، ثم نسبة كبيرة تخلط تقريبا 40% من الناس اللي عندها المرض الكوفيد لكن للأسف تحاليل PCR جي سلبية. أرقام المصابين والوفيات والمقيمين بالمستشفيات تضاعفت في الآونة الأخيرة بالتوازي مع انتشار السلالة البريطانية في العديد من الولايات، ما يفرض أهمية تكثيف التقطيع الجيني بغاية التقصي، وفق الأخصائية في الأمراض الصدرية بمستشفى الرابطة سميرة مرعي. اليوم معناها بمعرفتي طبعا بالانتشار المرض وبانتشار الوباء، السلالة هذه 100% موجودة في تونس كاملة، وهذاك علاش نطلبوا إن شاء الله باش نزيدوا في تكثيف يعني السيكونساج، وخاصة للوافدين من معناها وافدين الجدد اللي جايين معناها من أوروبا، يعني حتى طبعا حتى على مستوى من ليبيا، وخاصة من ليبيا على خاطر من ليبيا عندنا وافدين برشا، وفما حتى سلالة متاع أفريقيا دو سود موجودة في ليبيا. وأمام دقة الوضع الوبائي اتخذت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا جملة من الإجراءات، إجراءات أكد المتدخلون في المجال أنها إيجابية رغم بعض النقائص، في إشارة إلى وسائل النقل العمومي والتنقل بين المدن. إجراءات 100% إن شاء الله باش تحسن من الوضع الوبائي، لكن حسب رأيي زاد كيف ثم تطبيق البروتوكولات الصحية في أماكن العمل وفي الأماكن العمومية واللي يلزم المراقبة متاحة وفي وسائل النقل إلى غير ذلك، معناها يلزم شد المراقبة على احترام البروتوكولات الصحية. ربما الحاجة الناقصة برك هي وسائل النقل نعرفوا اللي فيهم اكتظاظ كبير، كنا نحبذوا كان العمل يعني بنصف معناها يوم بيوم باش نقصوا الاكتظاظ، واليوم ما يلزمش نخليه معناها التنقل ما بين الولايات، التنقل ما بين الولايات على الأقل على خاطر هجمعتين هذوما، على خاطر اليوم فما سلالة البريطانية ما ننساوش اللي هي سرعة الانتشار نتاعها أكثر ب70% وأكثر خطورة، خاطر تمس الشباب وتمس معناها أصغر سن صغار وكبار، وشفنا حالة خطيرة معناها حتى عند الشباب. وضع وبائي دقيق شمل كل الشرائح العمرية، ما يفرض أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية والإقبال بكثافة على التلقيح المضاد لفيروس كورونا لاكتساب المناعة الجماعية.